اه طب انتوا عارفين ان ربع ساعة في اليوم ضحك ممكن تعزز وظائف الأوعية الدموية وبتعزز من قدرتها على انها تشتغل كويس جدا، ودواء للضغط النفسي والعصبي زي ما عامر قال، وكمان عضلات الوش والجسم بتتحرك مع الضحك، فبالتالي انت بيبقى شكلك اصغر دايما وعمرك بيطول. يعني دي من مميزات الضحك. النهارده الحلقة هنتكلم فيها عن ايجابيات الضحك.